created with free version for non-commercial use. هذه لوحات وخلافة على منهاج النبوة من هدبأ Art Center اللي غا كاينه نسخه منها في وزارة الداخلية اللي هي مخلوعه بزاف من الخلافة وهذا منهاج النبوة وهذا الشيء كله طبعا مخلوعه مني بزاف والمراقبة راهي على اشدها واشدها وعلى اشد اشدها في الدار ديالي وما عنديش لاكسي الانترنت وما عنديش لاكسي الحقوق. المهم هذا وخلافة على منهاج النبوة اللي ما فهمها حتى واحد معناها ان الانسان ملي كيوصل في هذا الوقت ديال السنين يعني اللي فيها البشريه قربت تطفى وطبعا بالفساد ديال الانسان اللي في البر والبحر ان الانسان كيكون بيدو يعمل تغيير وان التغيير اللي كيكون خصو يكون تغيير على كيف ما كانوا الانبياء كيغيروا يعني ما يبقاش يزيد من راسو بزاف ويتبع شنو قالوا الانبياء وكيعيش في سعاده وكتولي حياته في وسط النيران ديال التجسس وفي وسط النيران ديال المخبرين وفي وسط النيران ديال عباد الله اللي ماجيين يعملوا عليه التقارير. ها كيفاش كتولي حياته ها كيفاش حياته ايوا فوالا 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 هادي دابا حياته هادي الزهور بزاف الزهور هنا كنجيبها من الزنقه لان الزنقه راه من كشاك فكنقطع طريف وكنجي كنزرعو حيت ما عنديش امكانات باش نزرع ونمشي نشري لي بلونط حيت الدوله خلات لي 3 دراهم في الحساب راه هو كاين حسابي في البنك المغربي للتجاره والخارجيه عندي 3 دراهم فكنمشي ناخذ كنقطع الاعشاب طريق وكنغرسهم ايوا انا كنغرس وكنغرس واقع جديد ليلي واقع جديد المغرب واقع جديد للتاريخ ان الله هو الديان ماشي بنادم created with free version for non-commercial use